مساكم الله بالخير وحياكم الله في غبقتنا الرمضانية، ليلة من الليالي اللي تنعمل بصمة في حياتنا الفنية، نكون احنا المذيعين وعسانا ان شاء الله نكون احنا خفايف على قلوبكم في الغبقة الحلوة اللي بنقدمها الليلة مع نجمين حلوين جميلين. جميلين صح؟ جميلين جميلان باللغة العربية. أخوكم عبد الرحمن العقل. مساء الخير عزيزي المشاهدين، وكل عام وانتم بألف ألف خير. بآخر 10 أيام إن شاء الله تعود عليكم بالخير والصحة والعافية. اليوم نلتقي وياكم مع ألمع نجمين وهم الأستاذ عبد الرحمن العقل وميز قمر. جواتكم الله ويعطيكم العافية ومساءكم خير إن شاء الله، ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر، ومنورينا في استديوهنا في مركز الحمراء الفاخر، وهلا وسهلا فيكم. نسولف كنا قبل الهوى ما شاء الله الرطب طايح عندنا هنا في الاستديو، وهذا موسمه وعليكم بالف عافيه من الحلويات المقدمه كنقصه من مريم هدهود. انا كل هذا ما يهمني، حياك يهمني ان هذا خلاص ما حياك الله، عاد هذا موسمه هسه تو بلش الحين. ان شاء الله بالعافيه عليكم. منورينا اكيد ضيوفنا مشاهدينا الكرام في غبقه رمضانيه الفنان الكبير عبد الرحمن العقل وايضا ميس كامر، حياكم الله وتقبل طاعتكم. يا اهلا وسهلا بكم، شرفتكم ان شاء الله من عواده يا رب. ان شاء الله أبدعتوا ما شاء الله من خلال مسلسل المحتالة، وأيضا اجتمعتوا مع بعض من خلال مسلسل اللي هو السداسيات اللي ظهرتوا فيه هذا العام من رمضان 2016 ما شاء الله. ويعني صار الحين يمكن السداسيات صارت هي الدراما المقبلة أو الحالية بدل 30 حلقة، ايش رأيكم في هالتجربة؟ هي جميلة على فكرة، يعني تجربة جديدة، حكايات حب. هي كل 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 6 حلقات قصة، وكل قصة لها اسم معين، بس الحمد لله الله حباني اني اكون معي الكاست جدا جميل، طبعا مع ميس والاخوة الموجودين، والاخراج والقصة والتأليف كانت من انا احسها ان عملت في حياتي بصمة جديدة او نقلة جديدة في حياتي الدرامية، يعني من المسلسلات اللي انكتبت بأمانة، انكتبت صح يعني، وحطوا الممثل والممثلة في مكانهم الصح، يعني ما كانت فيها حبية ان هذا عن عارفه وهذا من عارفه وهذا صديقنا وخلني بهذا وخلني بهذه، لا. وكان الإخراج من أجمل ما يمكن عبد الله، وكان الكاست جدا جميل، حتى الإنتاج كان ثري، والحمد لله كنا وايد مرتاحين من هذا العمل. فكرة جديدة يعني، ستات من حسين، ستات كلام جميل. أكيد كانت بمشاركة أيضا الفنانة ميس كامر وعدد من الفنانين، لكن شفنا الفنانة في عمل السداسيات في دور تراجيدي مو كوميدي مثل ما تعودنا، شلون شفت التغيير هذا؟ أنا أصلاً ممثلة اللونين، أنا مثل اللونين التراجيدي والكوميدي، لكن إطلالتي على الخليج العم أبو عدنان الله يحفظه ويرعاه اللي هو قدمني بشكل كوميدي، انهالت الأعمال الكوميدية علي من نفس الطراز، لكن أنا أمثل اللونين، يعني سابقاً عندي أعمال كثيرة مثل ميم ميم إعلان حالة حب، يعني كثير أعمال قدمتها تراجيدي، لكن لأول مرة أطل على جمهورنا الراقي العزيز بعمل درامي بشخصية عصبية جدا مع المبدع الأستاذ عبد الرحمن، وأهني طبعا هيئة الإخراج والقائمين على العمل والإنتاج، لأنه عمل كان راقي جدا مثل ما تفضل الأستاذ عبد الرحمن، ومتعوب عليه بكل عناصره بكل خطواته، فأني سعيدة جدا بهذا العمل ولإطلالتي الجديدة، الحمد لله أن وضعت بصمة مميزة ما شاء الله، وإن شاء الله دائما نشوفك بأعمال يعني تزيد تألق مثل ما أنت ما شاء الله نجمة في الشاشة وأيضا في الدراما. بسأل الأستاذ عبد الرحمن العقل، دائما أو يمكن أنت أول من نادى بالبطولة الجماعية، هل لقيت هالشيء تحقق من خلال هذه التجربة؟ بالضبط، وهذا نجاح حكايات حب، ما كانت بطولة فردية، كانت بطولة جماعية. حتى الآن يعني أصبحت أكثر مسلسلات عندي، حين قاعد أعمل أنا مسلسل اسمه دروب العرايس، هي سجن بطولتي، هو سجن كنت الليدر في المسلسل، إلا أن الكل اللي حواليه هم أبطال. ما عاد مثل الأول أنك تعمل بطولة فردية، راح تتعب، مو بس تتعب نفسك، راح تتعب حتى المشاهد، يعني طب وبعدين كسا يطلع له شخصية جديدة، شخصية توقف، شخصية تنقطع، شخصية تروح، تتعب حتى تتعب المشاهد، ما عاد مثل الأول. حتى الأعمال الأجنبية
الاعمال الاجنبيه ما عاد مثل اول كنت يعمل نسميها البطوله الوحدويه البروحه يعني انفراديه من مشهد لمشهد، مشهد واحد اللي طلع هو اللي مره ثانيه ثالثه ورابعه، حتى في المسرح الحين حتى المسرح ما عادت بطوله فرديه، صارت بطوله جماعيه. الفنان انا قلت اياها انا للامانه انا اعتبر البطل اللي يقول 10 حلقات ولا 5 حلقات ولا 20 حلقه ولا 25 حلقه ولا 30 اللي يعمل بصمه في المسلسل هو بطل، بطل من خلال شخصيته اللي عملها. حلو هذا. برجع معك ابو خالد الى العمل السداسيات واللي هو العمل المضغوط. البعض يقول ان العمل الدرامي دائما 30 حلقه يكون فيه ما ابي اقول حشو لكن فيه تطويل عشان يتم العمل. الحين في ضغط عندكم ما اثر على العمل نفسه؟ لا لا بالعكس. شوف السياسيات قصدك يعني ولا اي مسلسل هي 30 حلقه هي يعتمد على ابداع المؤلف. اذا المؤلف مبدع ما يخلي عندك حاله ملل، صحيح ما يخلي عندك لونجير، ما يعمل لونجيرات في الفيلم يعني ما يصير مط يعني ما يعطي مجال حتى للمخرج يقول والله ان المونتير اتصل فيني تليفون قال عندك نقصره في الحلقه الفلانيه هذه، يعني يضطر انه يزيد يحجي يمشي يعمل مشي ويروح بالسياره ياخذ من شارع لشارع عشان يعمل تايم. وهذا خطر بالنسبه للمسلسل، يتنفس المشاهد اوه وبعد متى خلاك وراح. لا لا تخلي المشاهد حتى عينه تروح عينك. ليش؟ لان هذه ابداع مؤلف وابداع مخرج وابداع ممثل. الحاله هذه انت تقدر تكسب المشاهد يقول هذا المسلسل ناجح هذا المسلسل يعني لك عليه. في اعمال هالسنه اعمال رسميه دراما كامل فيها تطويل صح القول؟ إيه بدون ذكر اسماء احنا ما بدون ذكر اسماء اكيد. اي طبعا في ما في في لا لا شوف انت على اساس انك تبي تبني او تبي تسوي شيء لا بتطلع عندك زوايا زياده نقص في الامور هذه تبي تحشيها عندك حفره تبي تدفنها تبي تسوي فايش تسوي انت مضطر انك انت تزيد على البنيان اللي كان معتمد عندك بالبدايه. فهذا العمل انت فعندك دخول وخروج ودشه وطالعه 30 حلقه الله يعيننا. وانت تسولف ما شاء الله انا قاعد اقرا بعيونك حكي يقول اي يعني الاخ هنا يقول 30 حلقه كثيره. يعني احنا نشوف مسلسلات تركيه بها رذم سريع رذم قوي صح 160 حلقه و200 حلقه ننملها. يعني اذا الحبكه الدراميه مكتوبه صح 30 حلقه مو وايد مو وايد. زين والسداسيات مو قليل؟ قليل بس هني المفارقه. اوكي مثل الفيلم انت تشوف فيلم هو عبارة عن حلقة واحدة الفيلم، أوكي؟ حلو. أنت تشوف سداسية، هي مو العبرة بالكم، العبرة بالكتابة. بالناس وأداء الناس. على فكرة ميسرة إحنا مو غريب علينا السداسيات. طبعاً أكيد. كنا قبل تلفزيون الكويت نخدم سباعية. السبعينات والثمانينات كان فيه. كنا نخدم سباعية ونخدم 15 حلقة وكنا نخدم الثلاثين ونخدم. طبعاً. والحلقة الواحدة التمثيلية. والسهرات التلفزيونية. ما أدري نور أحس إنه مضيوفنا زعلوا من الأسئلة هذه لكن نقول لك ألف مبروك. بالعكس لا بالعكس. ألف مبروك حصلتي على أفضل ممثلة كوميدية. شكراً جزيلاً. تستاهلين أكيد. شكراً الله يخليك. من وين هذا؟ التكريم. وبصراحة في تكريمين مهرجانين جميل جدا مهرجان مميزون أنا أعتز به شخصيا منحوني جائزة أفضل ممثل عن جميل ومستحيل والمهرجان الأول للفن والإعلام برعاية السيد فواز الحساوي أوجه لهم شكري وامتناني لمنحي جائزة أفضل شخصية عن مسلسل جميل ومستحيل فأني سعيدة بالتكريم هذا استهلين. هي هو دافع معنوي بحد ذاته مو بقيمته للتفصيل نفسه لكن بحد ذاته قيمة معنوية للفنان بس ما شاء الله ألف مبروك تستاهلين أكيد. وأبي أرجع أن أنت اجتمعتوا في مسلسل اللي هو السداسيات حكايات وأيضا عندكم في المسرح ولكن في المسرح افترقتوا عن بعض كل واحد فيكم عنده هي مسرح هي مع حيكون فيه بالعيد مسرحية طارق وأنا مسرحيتي شاعت بتكلم مسرحيتي تفضلي بس بالنسبة لي أنا بتكلم عن مسرحيتي هي عائلة آدم أنا ويا زميلتي الفنانة هدى حسين نوجه لها تحياتنا طبعا أي طبعا سحر حسين وهدى ومعانا منى شداد ومعانا جواهر ومعانا أوس ومعانا محمد الصحاف فنانين حلوين يعني والحبكة اللي عاملينها طريقة أسلوب جديد يعني صارنا فوق 30 أو 35 سنة ما اجتمعت أنا وهدى إلا في التلفزيون لكن في المسرح الناس مستغربة ولله الحمد يعني احنا موجودين في اليرموك في جمعية اليرموك نفسها التنمية العيد المجتمع العيد إن شاء الله مسرحية الحمد لله موجودين وراح نعرض بالعيد وورا العيد وياتنا ثلاث دعوات
مسرحيتنا، جتنا بقطر والامارات وعمان ما شاء الله، يعني ثلاث دعوات الحمد لله لمسرحيتنا. واحنا عندنا مسرحيتنا على مسرح بس مسرحيتنا طارق العلي غير. طبعا مسرحيه طارق العلي مع الفنان طارق العلي والفنان شهاب حجيه وميس قمر وكل العلوي. كلكم تستاهلون اكيد. ابو خالد يعني قبل قليل باركنا حق الفنانه ميس قمر لتكريمها في مهرجان موجود في داخل الكويت، ما رأيك في هذه المهرجانات وأيضا التكريم اللي قاعد يصير بالكويت بكل صراحة؟ هو شيء جميل يعني عارف، وجميل إنك أنت تكرم الفنان، هذه تعطيه دفعة لقدام إنه يشوف نفسه. أنت عملت عمل هذا لازم تفكر يا فنان إنه يقدم أفضل مما قدمه، ولازم يحافظ إنه كل سنة لازم يأخذ جائزة. نور الشريف الله يرحمه ويحيى الفخراني كانوا حوالي ما يقارب 15 سنة كانوا يتنافسون اثنيناتهم، واحد ياخذ الاول واحد ياخذ الثاني، واحد ياخذ الثاني واحد ياخذ الاول، فيتنافسون وفي فنانات يتنافسون، ما يعطوا مجال لاحد انه ياخذ، كل عمل يصير افضل من عمل، كل عمل افضل من عمل. وهذه الجوائز نقول مثلا مثل سيارة البنزين يعني تعطيك دفعه انك تحافظ وتخاف على نفسك. حلو انا من مهرجان قيمه للفنان، يحسس الفنان انه هو انسان قاعد يقدم صح، في ناس تراقبه، في رقيب عليه، في جهات معنيه تكرمه، في جهات معنيه تحبه، هذا شيء كبير. حلو الله يوفقكم دائما يا سيدي، علشان تعرف شلون تختار نصوصك طبعا، تختار المخرجين، تختار الكاست، لا تخلي الاشياء الماديه تغريك. ممكن احنا نقدر انا اخذ مثلا 20,000 في المسرحيه مثلا على بالهم صدق 20,000 مثلا المسرحيه اكثر ابو خالد يمكن اكثر يمكن اكثر كنا اكيد العالم كنا اكيد عاد تقولي لا لازم تاخذ يعني، لكن يصير النص رديء، الكاست رديء، مخرج رديء، ديك الساعه ايش تاخذ انت؟ ما تاخذ شيء بشيء يعني اذا تبي الماده اي طبعا حلو لازم تفكر. شو الجديد اللي راح يقدمه الفنان عبد الرحمن العقل وايضا هدى حسين في عائله ادم؟ عطنا شيء كوميديا راقيه، موضوع راقي طلعتها من اللي كانت هي اللي هي فيها، وطلعناها من كانت هي مثلا عندها تحب التراثيات، هدى من نوع تحب التراثيات، هالمره غيرت جوها وهذا اللي خلاني انا فعلا استانس من الموضوع هذا، غيرنا جونا، قمنا ديكور روعه، الاخراج باسلوب شبابي جديد مختلف عن الاولاني، النص عالمي مو نص عادي مكتوب، النص عالمي بس سوينا الاخت نجاة حسين عدته باسلوبها وسوينا وعدلنا وسوينا فيه من احلى ما يمكن، و الرقيب الحديث في الحوار، رقي الحديث بالحوار، والنكته اللي هي مو بالكويت الماسخه، النكته اللي تدخل القلب، الابتسامه والحلوه، وموضوع موضوع موضوع جميل يشد من كل صوب، في الاغنيه، في الالحان، في الكلمات، في اوبريت. ليش ما تحكي عنه؟ هو مو اوبريت، هو اخر المسرحيه في اوبريت. هو مو هو لايف، الكلمات لايف، ما عندنا مو بلاي باك، احنا ما نقدم بلاي باك، تقطع المتعه عن المشاهد. ليش؟ انا ما احط بلاي باك بلاي باك بلاي باك. ليش؟ اذا حطيت بلاي باك اذا انت قطعت الحاجز الثالث بينك وبين الجمهور. صح. وليش؟ لا، في اوبريت احنا مسويين اوبريت جميل اخر المسرحيه، من ضمن المسرحيه مو برا المسرحيه، نهايه المسرحيه العاده ممثلين احنا نعمل ان صاروا البطل ورجع لا 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 لا، احنا سوينا باسلوب اوبريت غنائي جميل. اي ما شاء الله. واما عن مسرحيتكم قلب للبيع، قلب للبيع من اللي راح ينبع قلبه؟ طارق. اي نعم، يعني شخصيه جديده علي، شخصيه مترفه جدا، شخصيه جديده علي بالمسرح الخليجي، وليس يعني قدمت مثل هكذا شخصيات كثيره، لكن لاول مره اقدم شخصيه مع الفنان طارق العلي، ولاول مره اقف امامه، فشخصيه مترفه جدا، هاي نيرفز باطار كوميدي ما شاء الله. نعم. يعني الحين اجتمعتي مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا. نعم. ومن ثم مع الفنان عبد الرحمن العقل، وان شاء الله في العيد راح تجتمعي مع طارق العلي. نعم. عطينا عن كل واحد بشخصه، يمكن عندك اسرار ما يملكها غيرك. لا انا طبعا انا احب اوجه تحياتي للاستاذ الكبير استاذ عبد الحسين عبد الرضا الرائع، اللي انا يعني شهادتي بيه مجروحه واعجز عن شكري له، لولا اكتشافه الي ما كان انا الان في هذا المكان. احب اقول له كل عام وانت بخير ورمضان مبارك عليك. طبعا بنعرف عنه خلف الكواليس، خلف الكواليس انا ما احس استاذ عبد الحسين كبير بالعمر، ما شاء الله، احسه اصغر مني،
كعمر يعني عمرا سنة. لذلك من عند عفوية وطفولة يعني شقي ما يعني هو تكوينه الرباني بهذا الشكل فيعني هذا لكن داخله عنده طفولة عفوية فميزة تميزه. أما أستاذ عبد الرحمن عفوي أيضا أحيانا متسرع بس متسرع بالحق يعني اللي على قلبه على لسانه هذا الشيء اكتشفته من خلال عملي معه وحريص ومواظب يعني مواظب يحب الكل حركين وحافظين مثله وهذا الشيء طبعا ما يملك أي فنان صراحة. جيت مع الزميل حسن البلان أيضا استمعت تحياتي إلى أيضا حسن البلان أيضا من الممثلين اللي خفيفي الظل أيضا عنده طفل بداخله يعني تحس هذه البنية بس هو إذا تجيه بالحقيقة فتشوفيه عفوي أيضا. طارق العلي أحسن كل أبوهم طارق العلي اكتشفت بي لأول مرة ألتقي بي إنسان فوق مستوى الإنسانية. يا سلام. أتركي كفنان أنا أتكلم كإنسان وأنا سعيدة بي جدا وبمعرفتي بي طبعا ولا يهونون الأساتذة الكبار أكيد. لكن كل من إلى ميزة أكيد لهم التحية منها. أكيد لهم التحية كلهم مع حفظ الألقاب. أبو خالد يمكن هالسنة تلفزيون الكويت خصص الأعمال وإنتاج الأعمال محلية إيش رأيك بهذه الخطوة؟ أنا سعيد ما تتصور يمكن أنا قلت أكثر من لقاء في التلفزيون وأكثر من مكان إن برافو على تلفزيون الكويت السنة ومن العام بداها بس السنة بزود قال حق كل المحطات اللي بينافسني خليه هذا تلفزيون الكويت يعني أكثر كم دراما أكثر كم برامج أكثر كم من الناحية كم من الناحية الثقافية والبرامج الكوميدية والبرامج الدينية والبرامج يعني ثري 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 إلى أبعد حدود تلفزيون الكويت هذا ما يمن فراغ طبعا يعلم من الإدارة الجميلة الموجودة في تلفزيون الكويت اللي سعادة الوزير والوكيل والوكيل المساعد والوكلاء والأساتذة حتى الإذاعة السنة هذه ما شاء الله عليهم أكثر من متميزين فعلا هم المفروض كل المهرجان اللي أخذوا في جوائز في المتميزون المفروض كل اللي بتلفزيون الكويت يأخذون الجوائز بما فيهم الفنيين والإداريين. كان عندك تحفظ عن هذا المهرجان؟ أنا؟ إيه؟ أنا ما عندي تحفظ فيه بالعكس أنا أقول أنا أشكرهم على هذا على هذا التميز إنهم ميزوا الشباب إلا إنه يفترض أن يكون في لجنة ما في لجنة خاصة أنا اللي سمعته إنه يفترض أن يكون في لجنة خاصة وموجودة تقعد تشوف الأعمال الفنية صح تأخذ نسخ على سيدي وتشوف الأعمال تقعد تشوفه من بداية رمضان تشوفه مو لمن عشر الأواخر من خلال التلفزيون هذا ما ممكن يكون أنا مبدع من خلال عشر دقائق على العشر الأواخر ما أكون في ما أكون أنا مبدع في الأول صحيح. بس إحنا أكيد هما كجهة رعت وطبعا تبنت هذا الاجتهاد يعني بشكل خاص وعملوا تكريم أيضا اللي حتى الفنانين يعني استأنسوا عليه يمكن يكون في مهرجان آخر يأخذ هذه المقاييس والمعايير بعين الاعتبار ويصير بأشمل وأيضا إنه يكون 30 حلقة يتضمنها من خلال شهر رمضان. أنا تمنيت يكون المجلس الوطني للثقافة والفنون أو تلفزيون الكويتي للإعلام هم اللي يحضنون السؤال. أكيد إحنا نوجه تحية حق إدارة مهرجان المميزون على الدعم الدائم خصوصا في مهرجان سنوي لدعم الفنانين وتكريمهم. إحنا اليوم في مركز الحمرة الفاخر أبو خالد. نعم. الحمرة. سلم الحمرة. سلم الحمرة. ذكريات فيها أبو خالد. هل تسمع عنها الفنانة الحمرة. الحمرة هني. بس مو في المجمع في سلم الحمرة والفردوس. أنا يوم الخميس سلم الحمرة في سلم الفردوس في الهندية. شاشي كابور وجنتي مالا ما جنتي مالا وجنتي مالا يمكننا صغار ونقعد نشوف الفيلم احنا طبعا نستأنس بعضه لكن اليمي هذا يبكي وهذا يبكي وهذا يبكي وهذا يبكي مساكين والله قلوبهم قلوب طير يعني قولتهم بسرعة يبكون الهنود الأفلام تبكي يبكون معها وإحنا مستأنسين. الخميس بالنسبة لي أساسي سينما الحمراء أفلام أجنبية هذه مال العضلات والسوالف هذه اللي تونس والحربية الرومانية من الرومانية نحرص عليها يعني كيف بس من الويكند الويكند جمعة كان ما عندنا غير اليوم كان قبل الله يختلف إني نشوف العضلة هذه أنا طفولتي عشت في هذا المكان
عسى الله يحفظك ويطول بعمركم، وايضا ان شاء الله نشوفكم دائما في القمه مثل ما تعودنا عليكم في اعمالكم اللي تقدمونها بكل حب اكيد للجمهور اللي تابعكم. وانا كثير لما دروا ان حضرتكم معنا في الحلقه كثير استانسوا، وانا ادري ان اللي قاعد يتابعونا مستانسين من اللي قلتوه، وما انا بنترككم حق بروفاتكم، يعني عندكم بروفات بشكل يومي يمكن؟ اي نعم، يوم عندنا بروفاتنا. بروفاتكم انتم ما سووا بالليل ها؟ لا احنا بروفاتنا شوي مبكر من وقت الصبح عشان البرنامج طارق. عشان برنامج طارق. اما بروفتك؟ انا بروفتي الظهر الساعه 3 وبروفتي الساعه 9 بالليل. عيل صار وقته انكم تريحون، وطبعا نتمنى لكم كل الخير. راح ننتقل على الفاصل اللي عندنا او الى التقرير اللي عندنا اياه، ونقول لكم يعطيكم الف عافيه. يعطيكم العافيه وشكرا حضرتكم. شكرا تلفزيون الكويت وهذه الاستضافه الجميله. حياكم الله ونورتونا. اكيد اقام قنصل دوله الكويت في اسطنبول السيد محمد الحمد وحرمه الكريم حفل افطار اقامه لزملائه الدبلوماسيين في اسطنبول. نشوفها في خبقه رمضانيه وراجعين لكم.